السيد الرشيدي، انتم رئيس هيئه النزاهه ومحاربه الرشوه، شكرا جزيلا على هذا قبولكم للدعوه للحوار مع انفاس بريس. مرحبا، بارك الله فيك على الدعوه. شكرا جزيلا سيد الرشيدي. انتم سابقا كنتم الرئيس ديال ترونسبارونسي المغرب، واللي معروف عليها انها عرفت واحد التوهج خصوصا في العقد ديال السنوات الماضيه. انت الان رئيس ديال الهيئه، من جمعيه مدنيه الى هيئه دستوريه، واش كان سهل انه تكون هذه النقله هذه الاستاذ رشيدي؟ هو مكافحه الفساد عندها محاور متعدده وجوانب متعدده، وكاين خص ينخرط فيها جميع المكونات ديال المجتمع. والعمل اللي كنا قمنا به واللي مازال كتقوم به الجمعيه ديال ترونسبارونسي، الجمعيه المغربيه لمكافحه الفساد، هي تراكمات وكتجعل ان يكون إلمام اكثر بالفساد وبالتمظهرات ديالو، وشنا هي الامكانيات اللي غادي تحد من الانتشار ديالو. إذن هذه مسألة اللي جعلت أنني يكون عندي واحد هذا التراكم، وأنني نخارط في العمل ديال الهيئة انطلاقا من هذا التراكم، انطلاقا من واحد الرؤية متكاملة من أجل مكافحة الفساد. إذن هذا ساعدني، يعني ما كاينش شي تناقض، بالعكس كاين التقائية وكاين يعني استمرار في نفس التوجه وفي بالنسبة لنفس الأهداف وانطلاقا من نفس الرؤية المتكاملة. بالفعل في الموضع ديال يعني فاعل داخل مؤسسة دستورية، كاين الكيفية ديال الاشتغال هي مغايرة، وكان خص يكون نتائج في المجتمع المدني. هو عنده دور ديال يعني المساهمة، ديال الانتقاد ديال السياسات اللي ما كتكونش عندها الآثار وما كتعطيش نتائج. في مؤسسة كيف المؤسسة ديال الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، هي مطالبة باش تقدم حلول وتساهم في إطار الترسنة المؤسساتية بكيفية عامة، تساهم بواحد دور جوهري في التنسيق وتوجيه وضمان أن يكون هناك نتائج، وهذا اللي كانت منه. نعم، أيضا مؤخرا أصدرتم سيد الرئيس تقريرا كان غنيا بالمعطيات والتوصيات، ولكن الملاحظ هو أنه هذا الغنى هذا في ظل عدم استكمال هيكلة الهيئة. يعني واش ما شكلش لكم واحد العائق عدم استكمال الهيئه، وفي المقابل ايضا كما قلت يعني غناء هذه المعطيات والتوصيات؟ هو بالفعل هذه واحد الهيئه كتمر من واحد الفتره انتقاليه خاصه، لان من بعد التعيين ديال الرئيس ديالها باشرت اولا الورش ديال تغيير الاطار القانوني اللي كيحدد الهيئه واللي كيحدد المهام ديالها، واللي كيمشي ابعد من تحديد المهام ديال الهيئه. هو كيوضع الاطار العام ديال العمل ضد الرشوه في البلاد، لانه هو كذلك كيأطر التكامل المؤسساتي وكيحدد كيفاش هذه الهيئه غتلعب الدور ديالها، وكيفاش غادي تجعل ان الفاعلين الاخرين يكونوا كيمشيو في واحد النسق اللي كيكون مبني على التقائيه ومبني على واحد التنسيق كذا. اذا هاد الخصوصيه ديال هاد الفتره جعلت ان ما يكونش الهيكله متكامله، يعني ما كاينش التعيين، لان التعيين كان كينتظر ان يكون هناك الاطار القانوني الجديد، ومن بعد ما استكملنا هذا المسار التشريعي وتم المصادقه بالاجماع من طرف الغرفتين في الدوره الاستثنائيه ديال مارس، وصلنا هذا التقدير ديالي هو ان وصلنا للفتره مباشره من بعد النشر ديال القانون في الجريده الرسميه، دخلنا في الفتره الانتخابيه. اذا كان شويه من الصعب باش يكون تعيينات تجي في هذه الفتره، لان يمكن يكون عندها تاويلات سياسيه اللي ماشي زعما من الاحسن نتفاداوها. اليوم بالفعل
الهيئه خصها تكمل هذه الهيكله ديالها باش يمكن تنتقل الى فتره عمليه، يعني التفعيل ديال كل ما بناته، لان بالمقابل ديال المسار التشريعي الهيئه اشتغلت على اوراش متعدده، اشتغلت على ازيد من 28 موضوع اللي كتعتبرهم ذات اولويه، واللي يمكن يكون الى خداو الطريق ديالهم للتنزيل والتفعيل يمكن يكون عندهم اثر كبير على المناخ العام ديال مكافحه الفساد، وغادي يجعلنا ان نمشيو في اتجاه تحقيق نتائج ذات اثر ملموس من طرف المواطنين ومن طرف الفاعل. اذا هذا العمل اللي كان عمل ضخم، احنا استثمرنا الفتره باش نوجدوا الانتقال الى الحقبه الجديده ديال مكافحه الفساد في المغرب. بطبيعه الحال التقرير غادي تكون واحد تشكل واحد تراكم ولا واحد رصيد عند تماما هذا هو الهدف، هذا هو الهدف. هاد التقارير هي يعني كتعطي المخرجات ديال واحد الاوراش اللي تكلمت عليها، واللي هي عباره على دراسات، على ابحاث علميه، على مجموعه ديال الاشتغالات اللي قمنا بها باش نوصلوا للنتائج، سواء من ناحيه ديال التحليل، من ناحيه ديال التشخيص ديال الافه ديال الفساد والتمظهر ديالها وشنو هما العواقب ديالها وشنو هما العوامل الاكثر تاثير على تفشي الفساد، او من ناحيه ديال شنو هما المحاور اللي كيخص نشتغلوا عليها على المدى القريب باش يمكننا نحققوا هذا التغيير ويكون عندنا نتائج. اذا هذه المواضيع كامله تم الدراسه ديالها وتم يعني المقاربه من استدير درسناها بواحد المنهجيه اللي وضعنا طريقه منهجيه لدراسه جميع المواضيع باش يكون عندنا يعني واحد العمق ديال التحليل، وبالتالي المخرجات اللي كنوصلوا لها يمكنها تعطي نتائج اكثر فعاليه. اذا هاد التراكمات كامله درناها باش يمكننا ننتقلوا بواحد الكيفيه سلسه الى المرحله المقبله. بالنسبه لهذه المرحله المقبله، واش عندكم فيها تصور من حيث الهيكله، خصوصا واحد النقطه كتطرح هي التمثيليه ديال المجتمع المدني داخل الهيكله المرتقبه؟ هو يعني الاطار القانوني اللي تم المصادقه عليه، هناك مجلس مكون من 12 عضو زياده على الرئيس والامين العام. إذا ما بقيناش في نفس الإطار اللي كان في الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، اللي كانت مقاربة تمثيلية، يعني كان المجتمع المدني، القطاعات الحكومية، القطاع الخاص. إذا احنا مشينا في طريق ديال أعضاء ذاتيين اللي عندهم الكفاءة وعندهم الخبرة في هذا المجال، ومعروف عليهم بأن النزاهة بالطبع، و يعني الامتيازات اللي كيخص تكون عند يعني المميزات اللي خصها تكون عند عضو كيشتغل على موضوع ذات حساسية كبيرة من هذا النوع. إذا التمثيلية ماشي هي اللي اتخذت كقاعدة، بل الأعضاء اللي غادي يساهموا بالخبرة ديالهم والكفاءة والإمكانية ديال أنهم يوجهوا الاستراتيجية ديال الهيئة، خاصة وأن الصلاحيات ديال الهيئة ولات صلاحيات واسعة، صلاحيات تنفيذية ماشي فقط توجيهية، لأن عندها مسؤوليات ديال الاقتراح ديال التوجهات الاستراتيجية ديال سياسة الدولة كيفية عامة، والميكانيزمات اللي التنزيل ديالها والتنفيذ ديال هاد التوجهات. ومن وراء هاد الاقتراحات كتكون هي المسؤوله على التنسيق ديال جميع المتدخلين في الدوله وخارج الدوله، يعني بما فيها في القطاع الخاص وفي المجتمع المدني. الهيئه هي المسؤوله على التنسيق ديال جميع السياسات ديال مكافحه الفساد، وبالتالي كيخص يكون عندها إمكانيات قوية ويكون عندها رؤية متكاملة وواضحة
باش يمكن يكون الانخراط ديال الجميع في هذه الرؤيه وفي هذا الاتجاه. وبالطبع هذه الرؤيه والاستراتيجيه اللي كتقدم بها ما كتقدمش بها من الفراغ، كتقدم انطلاقا من نقاش عام وانطلاقا من المساهمه ديال جميع الفاعلين في المجتمع. نعم، ايضا كتطرح واحد الامر هو هاد مؤخرا لاحظنا بانه في التقرير الاخير رصدتوا هذه المساله ديال الرشوه. الرشوه الان ما عرف الى اي حد ممكن نوصلها، كاين عندنا نحن امام ترسانه قانونيه زجريه عقابيه، ولكن رغم ذلك ما زالت. في نظركم واش كاين شي حل سحري لهاد الرشوه او لحد كما قلت على الاقل محاربتها والتقليص منها؟ هي يعني باش يمكننا نحاربوا الرشوه ما يمكنناش نحاربوها ب يعني مجموعه ديال التدابير مفرقه، واللي كل تدبير كنحطوه وندوزوا لواحد اخر. كيخص تكون الرؤيه، كيخص يكون يعني واحد ارتباط قوي ما بين جميع ما كنقوموا به باش يمكننا نلموا بالمظاهر ديال الفساد، وان نجعلوا ان ما يبقاوش الهفوات اللي كيستغلوهم المفسدين، وكيجعلوا ان نبقاو فين ما درنا شي كان واحد التدبير معين الا وكان بالمقابل تطوير اليات اخرى من طرف المفسدين. وبالتالي باش نوصلوا الفعاليه كيخصنا نمشيو في واحد الاتجاه اللي يكون شامل، ويكون واحد الاندماج تام، ويكون تحديد الاولويات بالنسبه لجميع المتدخلين، تحديد الاولويات بكيفيه واضحه وتكون متفق عليها. وداك الاولويات كتحدد انطلاقا من الاثر اللي ممكن اننا نوصلوا له في تحقيق داك الاولويات، ولكن كنبقاو في النظره الشموليه، ماشي اولويه اللي كتكون منعزله على باقي ما غنقوموا به ولا ما كنقوموا به. كيخص يكون واحد الارتباط قوي. اذا انطلاقا من هذه الطريقه ومن هذه المنهجيه كيمكننا نحققوا تقدم، وداك التقدم كيعطي نتائج ملموسه، والنتائج الملموسه كتخلق الديناميه وكتجعل الانخراط وكتخلق وكيمكن لها يكون هناك اعاده بناء الثقه، لان بناء الثقه في هذا المجال هو مساله اللي اساسيه. لما كانش عندنا الثقه غنبقاو في نفس الوضع الحالي، يعني كتكون مجهودات واللي كتكون مجهودات متفرقه، وبالتالي ما غاديش نوصلوا للتغيير اللي يعني المستهدف. وذاك التغيير اللي خصو يكون واضح سواء بالنسبه للفاعلين اللي يكافحوا الفساد، ولا حتى بالنسبه للمفسدين باش يعرفوا بان هناك تغيير، وتغيير اللي يمشي في اتجاه الاستدامه وما كيمكنش نتراجعوا عليه. نعم، في اطار حديثنا على الترسانه القانونيه، مؤخرا الحكومه سحبت هذا المشروع القانون الجنائي وضمنه الاسراء الغير مشروع. انتم في الهيئه كيف تصورتوا هذا السحب هذا؟ واش هو مزيان ما مزيان؟ شنو اللي كاين؟ هو احنا قبل ما يتم هذا السحب كنا الهيئه كانت تقدمت بواحد ابداء راي في هذا المجال، ومن بين المواضيع اللي تطرقنا لها هو الاطراء غير المشروع، واعتبرنا بان كيخص يكون هناك قانون خاص اللي كيحدد الجريمه، وكيحدد الكيفيه ديال التعامل معها، وكيحدد الجزاءات بكيفيه اللي كتكون متوازنه مع الحجم ديال يعني الاثار ديال هذيك الافعال، وشنو ينتج عليها من يعني لي كونسيكونس على المجتمع وعلى التدبير ديال الشان العام. اذا تقدمنا بواحد الراي اللي متكامل، واقترحنا باش يكون قانون خاص ويكون عنده ارتباط بالقوانين الاخرى، خاصه بالطبع القانون الجنائي، ولكن خصو يكون عنده ارتباط كذلك خاص بالتصريح بالممتلكات، التصريح الاجباري بالممتلكات اللي صدرنا في شانه
كذلك قرار تقرير اللي خرج في نفس الوقت مع تقرير السنوي برسم 2020، واللي كان التوصيات اللي مشينا فيها هي توصيات إعادة المنظومة برمتها باش يكون عندنا فعالية ديال التصريح بالممتلكات، ويمكننا نجعلوها آلية ديال تحسين التدبير والمسؤولية في التدبير العام. كسؤال آخر، لماذا هذا الربط بين الإثراء غير المشروع والتصريح بالممتلكات؟ فين كاين؟ مسألة طبيعية، لأن ملي كنتكلموا على التصريح بالممتلكات هي باش يكون هناك مسؤولية بما يخص تسيير الشأن العام، وبأن كتكون هناك شفافية، وكيكون إمكانية ديال التأكد بأن ما كاينش إثراء انطلاقا من ممارسة ديال هذه المسؤولية. وبالتالي إذا كان هذا التصريح والمنظومة اللي كنقترحوها اللي غيكون فيها تقاطع ما بين المعطيات المتواجدة عند المؤسسات ديال الدولة اللي غادي تساهم في التأكد من التصريحات، وكذلك باش تسهل العملية ديال التصريح بالممتلكات والمعالجة ديالها، كيمكننا نتأكدوا بأن ما كاينش هناك إثراء غير مشروع. وإلا تبين بأن هناك خلل في هذه التصريحات، كيمكن ننتقلوا إلى الإمكانية ديال معالجة الإثراء غير المشروع. سيد رشيد، شكرا جزيلا لك على هذه التوضيحات. بارك الله فيك، شكرا.